سهرة مبتدأ زيد وعاذر الخبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسأل ذاني، وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفعه مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية مع الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. يكفي لهنا. بدأ رحمه الله تعالى هنا يركب الكلام، والعربية جملتان، جملة اسمية عمدتها المبتدأ وخبره، وجملة فعلية أساسها عمدتها الفاعل أو نائبه، والجملة الفعلية تكون مسبوقة بفعل مثل يقوم زيد، ولو قلت هل يقوم زيد لا زال الجملة فعلية وإن سبقتها هل، والجملة الاسمية تكون مسبوقة باسم نحو زيد قائم، ولو قلت هل زيد قائم لا زال الجملة اسمية، كذلك لو قلت كان زيد قائما لا زالت اسمية حتى ما تقدمي كان عليها وهي فعل. قال المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد خبر، بث الأول بقوله مبتدأ زيد وعاذر، إذا قلت زيد عاذر فزيد مبتدأ وعاذر خبره، زيد مبتدأ وعاذر خبره، فإن عكست جعلت الوصف مقدما على الاسم اجعل الوصف مبتدأ، لكن عند البصرية لا بد أن يعتمد على رجل أو استفهام، تحب أن تجعل الوصف مبتدأ أعينه اجعله معتمد على نفي واستفهام، فتقول ما قائم زيد، قائم مبتدأ وزيد باع سد ما سد خبر، وتقول هل مضروب العبدان، مضروب مبتدأ والعبدان نائب فاعل سد ما سد خبر. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى واختلفوا فيما له التأصل في رفعها المبتدأ أو فاعل، وجه كل باتجاه يجلو، من ثم قال البعض كل الأصل، هل الأصالة في الرفع للفاعل أو للمبتدأ؟ قال بعضهم الأصالة في الرفع للمبتدأ، لأنه يتقدم فيكون مبتدأ ويتأخر فيكون مبتدأ، تقول زيد في الدار زيد مبتدأ، وتقول في الدار زيد زيد مبتدأ، بخلاف الفاعل إذا فقد موقعه فقد الفاعلية، فتقول قدم زيد، فلو قلت زيد قدم لم يعد زيد مبتدأ، فصار مبنى زيد فاعل فصار مبتدأ. واضح؟ نعم؟ معنى الأصالة الرفع أيهما له أصالة الرفع؟ بارك الله فيك. ثمرت بذلك لو قيل لك من قام فتقول زيد، فمن قال الأصالة الرفع للمبتدأ أعرب زيدا فاعل، والتقدير عنده زيد قام، ومن قال الأصالة الرفع للفاعل قال زيد فاعل، والأصل عنده قام زيد. فهمتها؟ قوله مبتدأ زيد وعاذر خبر هذا تقرير للقاعدة بالمثال، ولبعضهم وشاد يسألني ما المبتدأ وما الخبر بينهما لي مسرعا قلت له أنت القمر. هذا أسرع شيء، أنت القمر وأنت مبتدأ والقمر خبره، أنا قولي مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر بأسال ذاني، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بحرف أو باسم نحو كيف قائم زيد، كيف اسم استفهام مبني في موضع نصب حال، وقائم مبتدأ وزيد باع سد وسد الخبر، فالمعتمد عليه هنا استفهام، وهو استفهام باسمه. واضح؟ وكذلك من ضارب زيد، من اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعولا به، وضارب مبتدأ وزيد فاعل سد وسد الخبر. ما راكب عمرو، ما اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعولا به، وراكب مبتدأ وزيد فاعل وعمرو فاعل سد وسد الخبر، هذا الاستفهام. والنفي مثله، لا فرق ان يكون النفي باسم نحو غير لاه عداك، غير لاه عداك، غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك،
غير مجدٍ غير مبتدأ، ومجدٍ مضاف إليه، مجدٍ اسم فاعل، ونوحه فاعل سد مسد الخبر، وكذلك يكون النفي، يكون النفي بحرف نحو ما قائم زيد، ما نافية ترفع الاسم وتنصب الخبر، وقائم اسمها مرفوع، وزيد فاعل سد مسد الخبر، ولم يأتي منصوب ما، لأن الخبر لأن الفاعل أغنى عن خبرها. وتقول ليس قائم زيد، انتبه لهذا المثال، ليس قائم زيد، ليس فعل يرفع الاسم وينصب الخبر، وقائم اسمها مرفوع، وزيد فاعل سد ما سد الخبر، أين منصوب ليس أغنى عنه مرفوع الوصف. واضح؟ أنا قوله وقسوة كاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز الرشد. أجاز الكوفية أن يقع الوصف مبتدا غير معتمد على نفي ولا استفهام، فيجوز عندما تقول قائم زيد، قائم مبتدا، وزيد فاعل سد ما سد الخبر، وقائم لم يعتمد على شيء. وهذا ومثل هذا يحمل البصري على التقديم والتأخير، قائم زيد قائم الخبر المقدم، وزيد مثل ما خبر لا حرج في هذا. استدل الكوفية لقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكون ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، خبير قال مبتدا، وبنو لهب بنو لهب فاعل سد ما سد الخبر. وقال البصري هو على التقديم والتأخير، خبير خبر وبنو لهب مبتدا. قالوا كيف أخبرتم بخبير عن بنو لهب وخبير مفرد وبنو جمع؟ قال لا حد، والملائكة بعد ذلك ظهير، فعيل يخبر بها عن المفرد والمثنى والجمع. فنقول هي وقد يجوز نحو فائز عذر رشد. والثاني مبتدا ولا الوصف خبر ان في سوى اذا تطابقت لغير الافراد، وغير الافراد تميز والجمع، إذا طبق الإفراد اجعل الأول خبرا مقدما وجعل الثانية مبتدأ مخبر، فتقول قائمان الزيدان، قائمان خبر مقدم، والزيدان مبتدأ مخبر، أقائمات الهندات، قائمات خبر مقدم، والهندات مبتدأ مخبر، أقائمون الزيدون، قائمون خبر مقدم، والزيدون مبتدأ مخبر. قالوا لماذا؟ قالوا كما أنه لا يجمع الفعل، لا تلحق الفعل علامة مثنى ولا جمع، كذلك يجب أن لا تلحق الوصف على جمع ولا تثنية. فكما أنه لا يقال يقومان الزيدان ويقومون الزيدون ويقومون الهندات، لا يقال أقائمان الزيدان ولا أقائمون الزيدون، بل الصواب أن يقال أقائمون الزيدان وأقائمون الزيدون وأقائمة الهندات بالإفراد. فإن وقع هذا خرجنا عن موضوع الفاعل كليا، فقلنا الأول خبر والثاني مبتدا، والخبر لا حرج يطابق المبتدا بالإفراد والثنية والجمع. نعم. ومن أجاز لغة كلمة براغي أجاز أن يقال يقومان الزيدان ويقومون الزيدون، أجاز هنا، فعنده يستطيع أن يقول قائمان أقائمان أقائمان الزيدان قائمان المبتدا وزيدان فاعل سد مسد الخبر، لأنه لا يمنع لحاق على التثنية والجمع الفعل، وكذلك لا يمنع تثنية الوصف مع 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 مع, 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 مع مرفوعه. إذا كان مفردين، إذا كان الوصف ومرفوعه مفردين فما الحكم؟ تقول قائم زيد لك فيه وجهان، تقول قائم مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر، ولك أن تقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، لأنه قال إن في سوى الإفراد تبقى، فالإفراد يبقى في الوجهان. أما إذا اختلف بأن كان الوصف مفردا والمرفوع مجموعا أو مذنى فليس هناك إلا وجه واحد، الأول مبتدا والثاني مرفوع عظمى. قال رافع المبتدا الابتداء وهو عامل معنوي، وعند العامل العربي نوعان معنوي ولفظي، والمعنوي معنوي الابتداء رفع المبتدا، والتجرد رفع المضارعة، والمخالف عند الكوفية تقتضي النصب عندهم، وبقية عوامل لفظية. كذلك رفع خبر بالمبتدا رافع الخبر للمبتدا. أمس في المعركة قبل المعركة في هذا التعريف أقسام العهدية، بارك الله فيك نسيتها، العهدية وجنسية، والعهدية درجة عهد ذكري أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول ذكرتها، وذهنية ثانية ثم في الغير الغاب معروف،
وحضورية، أنا حضوري. اليوم بدأ الصيف، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه العادية ثلاثة، والجنسية ثلاثة كذلك، ما جاء لبيان الماهية، نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء جنس الماء، والاستغراق الجنسي، وعلامتها أن تخلفها كل، نحو إن الإنسان في خسر، أي إن كل إنسان في خسر، والاستغراق خصائص الجنس مبالغة، نحو أنت الرجل علما، فال نوعان، الجنسية والعهدية، وكل